لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتدى بآثاره وسلم تسليما كثيرا كبيرا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا ليال إنه كوكو تشرنا مالنتي أفراد مؤتمر كاني تدواد وحينو بلا مندون إن شاء الله تعالى محاضرة دي لباد مانتا محاضرة داس وعوان كدوية هاي خاتمة وناكسن يا خاتمة حن محاضرة داس وحسوق بن دونا كسور دوينة إن شاء الله تعالى. الشيخ يوسف أحمد محمد فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واستنى سنتهم واقتفى أثرهم ونحى نحوهم إلى يوم الدين. وبعد، إلهي بأم هذا سكال سبحانه وتعالى نبت قديو يا نحرس نبقى أنا محمد عليه الصلاة والسلام دوشي سأل الله يالو انت أدي بديت إخواني وأخواتي موضوع حسن الخاتمة وسوئها خاتمة وناكسن يا خاتمة يحن أما جنانتك وناكسن يا جنانتك حن وموضوع مارتي آديات خطر بالحقيقة. إلهي أن ويدسين سبحانه وتعالى إنه إنوها جاتيو جنانتك نجا الدنيا دا إلهي سبحانه وتعالى وخاتمة وناكسن إلهي نوجو جنانة جل وعلا سيد أكتهن أرنتان خاتمة وأرن مارتي كحرا قدرت إلهي سبحانه وتعالى وأن قفك وسنقران كرين وضد مارتي أو قدام بين دونه سيد راد إذا يا وحى قفك مسلم كالك دون يا قبضة مسلمة دا انتو بأينا يمهدي يجير أرن تاسي أي آد أغو ولا عدو قفك أغو ولا عم مسلم كاهي أرن تاسينا آد يا آد أو أغو ورها يهدي يجير وحيالها كيني كريا إن جنانتك يا خاتمة أي حماته قفك مسلم كاهي إنه كده راضه سببته أما جران كريو قفك وحو قدام بين دونه وأنا أرنك السابسا قدرة إلهي سبحانه وتعالى قضاها إلهي قدرت إلهي جل وعلا سيوسن قفك نفتي سأولي يا بنين سيوسن قفك مارت وأرانين أنيقا وحان كسعدا ودونا أكسن أو سن وأرانين أي إلهي سبحانه وتعالى أو قفك جنانتك يا آيتين كيسا ما أشو قدام بين دونه أيو إلهي سبحانه وتعالى أو قدغي شيء قدره وابن آدم يعني حوش إذا قضاها إلهي قدرت إليها وابن آدم كقرصون قفكنا ما أهان إنو هذي جير مكرغ إلهي سبحانه وتعالى أو قاطو إنو كنبت قلي إلهي وحليه سبحانه وتعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون إلهي سبحانه وتعالى مكر جيس كمان نبت قلوه إلا عد خسارتين مويانه معناه ذو حويان وحكو دعي دونا آيتين كاو حن قن دونا ما شاء كو دنبين دونت وحكا هر ايمان دونا وشي مجوله واذن غرانين سدا دراد يدا يا وحا لو باهن ياي ان اذن مارتي ولولان يو والباهر الان ان اذن كو سيحانين يا ارنتاس هاد جيرات كيف فكرتي بحايا لي سدا نبينا عليه الصلاه والسلام اسقوا خير خلق الله عليه الصلاه والسلام أيها هذا الرسول كان أقول آدي أدق أول ولجري أرنت أمارت خاتمة ما شو قدام بين دونت عليه الصلاة والسلام إنك سوى الله حقي سوى كه يستي نبي جن عليه الصلاة والسلام ضمانت إلهي أو كه يستي جل وعلا هذا نو حوي الرسول كان أقول عليه الصلاة والسلام سوى نتربية ينبر نجا أيه نبي جن آدي أد أرنت أسق أول ولجري عليه الصلاة والسلام سيدا أو صور يي إمام الترمذي حديث كأنس بن مالك أي رسول كان وحبذين جري عليه الصلاة والسلام إنه يراد يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إلهي قلبك قد قديو إيمانك يا إسلامك يا دينك إله قلبك قد يا أوران جري عليه الصلاة والسلام يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك إلهي قلبك قديو قلبك طاعتك قد يا أوران جري عليه الصلاة والسلام صحابتنا أرنت أصبعي الدرامين إنه رسولك بذين عليه الصلاة والسلام كاسي صحابة النبي نجا وحي كير هذين آمنا بك واتبعناك يا رسول الله فهل تخاف علينا إلهي رسولك سو وينك الرميني وينك الراعني مياد إنه بقي عليه الصلاة والسلام يا نبي كير هذين
لكن نبي أنه وحو ليه عليه الصلاة والسلام قاعدة داس أصل كها عذ والبمارة كينيس والولي والبهاركة أي رسولك أدتي عليه الصلاة والسلام أنه ليه القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء يقلبه كيف ما شاء جل وعلا إلهي با قلبك ابن آدم كهيا سقانا قد قدي إلهي سبحانه وتعالى مركا قارك وضو حادع كريا قفك وضضنا وكالليحظة وحادع كريا قفك وضضنا وكويعظة وحادع كريا جدك إنو كبحو قفك واسقون مارتا مركا أغين أما عن دريمينين أيادع كريا سياد رادي ذاتك مؤمنين تاهي وناكسني هذا يجرار انتاسي قرآن كوحو كسو قورين أيا والوالكاسين أي كتيرين إليهن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إليهن إلهي يو قلبك أنك هليحنين جدك حقا هينك الصارنين مركادين أهلون ذي بديت مارت إلهي وحو يقفكنا وليحظة أيا دعي كريا أدرت إذا قفك مؤمنك مسلمك وحلو باهن يهي هذا يجرار انتاسي نوكل والولو وحاقصو أرو رئيس مارتي نبي أنه عليه الصلاة والسلام إنه إلهي كم قال جري الحور بعد الكور عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور أو رسول كورنا عليه الصلاة والسلام إلهي وحان كم قال يا إن دب أقرتو دب أن اللابتو أيان كم قال يا الحور بعد الكور الرجوع من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية وحو ينقفك أصغو توصنانتين ودب أقلابتو ودادي حقا انو كلابتو ايمان كينو دب اغلابتو او ميلحون او دب اغلابتو ابو الهي كم من قلي جري عليه الصلاة والسلام هذه رسول كان او مارت الهي الالي رسول او صادر اي او مارت ظهر ايها ارنت النبي انو سمين اي عليه الصلاة والسلام انك اوحان ربرا اي اي ارنت مارت من باب الاولى اي تهي ان انا اصدقان ان الله الهي سبحانه وتعالى أن هذه الشر ويدس أنه حق يا إيمان كانوا نقصوا خاتم هذا إلهي نوح جاتي سبحانه وتعالى يا رسول كنا عليه الصلاة والسلام إلهي كم ينقلي جري صحابنا أوفري بالقار كتابعين تأي واجب كدقي جيران وحاكم إذا حديثكو إمام المسلم الصحيح عيسى كسو وريي رواية عبد الله بن عباس إنه كم إذا هذا نبي ورن جري عليه الصلاة والسلام وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات إلهي وحان كم ينقلي في النذا نرشى يجيري ذا يان كان مجن جليا في النذا الجيري ذو وقفك مركي نفتك بحيس إن خاتم ذو خاتم ذو كحنو كحماته أو ضد أو كوي عضو كتك أو كبحويان حكاس ووتخ ووقت يختار أويان قفك وقت هذا أقدام بيا جنانة كيسة إنه كتك كبحاه وحل مارت دع كريا ويان حكاس ورسول كانوا عليه الصلاة والسلام وقت قسوا الله في اثنين يا شيطان با إيمان يا ضعف ما إيمان يا مركاس رسول كان يقول أي كم ينقل ترى عليه الصلاة والسلام إله ويدي سجري مركو نقول يهنا حق الله إنه كسره مركو دمنا يهنا إله حق إنه كسره هذا النفط قد عذانا التوحيد كأي مارة جوابته ونعسنا إله إنه كسره سبحانه وتعالى لكن ولا ليال وإخواني وأخواتي بشارة استخير وين ويان قفكو هذا حق كتاجن يهي إيمانك أو هاي استعقدة وهاي صافتة هاي ضاعد يا إخلاص أولي يهي إلهي وحو بلن قاضي حق إنه كسوغا يو جل وعلا إيمانك يا خير كان أكرنا يو قلبك سنا إفتين يو إلهي سواناك سنا أقلنا يو وإلهي وحو ليه جل وعلا قرآنك أكلي يهي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء إلهي سبحانه وتعالى واسوغيا كوا إلهي الرميي آياتيك دنب الرميي بالقول الثابت هذا الكي السقناي با إلهي كسوغيا كلمة التوحيد كايا الله كسوغيا عقيدة توصنية منهج توصن با الله كعلينيا إيمان كأيي حيسنيا في الحياة الدنيا وفي الآخرة نرشى الدنيا دا إيا آخرة انتبا إلهي سبحانه وتعالى إيمان كايو كسوغيا اللوحا ويدي سنيا جل وعلا مغعيش سواناكسا إلهي نو إيمان كاي حقا ينو كسوغه حقنا إلهي أو نتصيو إنا رعنا ألا أنو قدر جل وعلا الدنيا آخرة با إلهي ساسو سوغيا داتك مؤمنين تا محايا لا الدنيا دا إيا حقا كسوغنايا وحلو جيدا الدنيا دا إيا آخرة ضبا آخرة مركي نفتو أي كدعي سيكب باللابان إيسا قفكو أو غيريون أيو قفكو مركو حراروغ أيو إيمانك أي إسلامك اللغو سوغيا أي توحيدك أي عقيدة دا قبرك مركا الحباشة لويدين أيو لبدا ملاقا أي يمادين أيدينا حقا اللغو سوغيا أرنتا سو قفو كنولان أيا إلهي با حقكو سوغيا قفك إيمانك لها يو حقكو سوغناتري وانا بلنقاد إلهي سبحانه وتعالى وكسدنا عكلا كوي اللنصنا يا الدنيا دا إلهي اللمد بوسي كردنا يا ويضل الله الظالمين كوى ظالمين تا كفرية عقيدة الإسلام كيا إيمان كبحي حق يا هنون كوى ديدي كوى سنا إلهي سبحانه وتعالى ولمنا يا هو بادي أي قاضيان ومركي نفتو أي كدعيسو
وحويان كلمة التوحيد كه ولقى الدف لالنيا إيمان كوناسن ولقى الليحنيا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون إلى حق سوحا ومغضي وحيسن ملين نباء وموقنيا وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحيشقيستين حميد وذباء موقنيسا وتضاق قلضن بيقاضيا تتك النارات بيقاضيا إلهي نقبت باديو سبحانه وتعالى بحي قفكم مركو وداص او مريو خطر بو كسغن ياهي حدو اول لحسناي حتى حدو اسكو دايو انو ايمانك او سو لهدو حقيسا وي ادغتا انو قفكم مركاس او سو لهدو وحا قران كو تصالا او غدغ فرعون بو تصالا او غدغ ايكا سو دولكا فساد او كبوخيي او دولكا او ظلميو ادمد الهي او ظلميي نبيغا الى نبياش الهي او ديداي كو غعن سايري ماركاي نفتو اي هيساي بو وحو اركاي حقيقتي لو شيغاي بو اركاي الى الهي وا اوغاي وا اوديس سبحانه وتعالى نبي موسى نبي نمدي سو رميسناي لكن وا ديداي يعني وحا وا امنسناي وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا الهي قرانك او كليهي لكن ماركو اركاي اني ارنت فراكه بخداي خيرده يان فندالكونا اي كلا دحين ماركاس بو وحو اسكو دايي انو الهي رميهو وليبيال اريا وحو كو دواقي مارتي خطر آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين انت أسبوع كدواغي وحا رسولك نغا عليه الصلاة والسلام كسقناتي إنه نبيك جبريل كيري عليه الصلاة والسلام نبيك نوحو ليه يحوي أتاني جبريل عليه السلام فقال لي لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة هذا أرك لهذا بولي جبريل محمد أنا أبدا ما تردوب مذو ذي دقعمت تصوق لي فرعون أفك أقبو حنية وأفكي سكو شبية أنا أكعب صنية مركز أن حريست إلهي إني قارتو سوصا حقا وقرواق نوصا مارتا يتوسنين حال ذا هو قدام بي أيان أفك وحن أقبو حنية بولي دوبان كأقبو حنية مخافة أن تدركه الرحمة نحريست إلهي إني حلاش أيان كعب صنية مركز أكلوال الضافنية محايا للظالم بوهاي فاسق بوهاي ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء قضيه مرك ولا ليال خطر ويان اخواني واخواتي سياده راديه ايا وحو سو وريي سي خطر ارنتو تهي امام البخاري صحيح سو وحو كسو وريي لبا حديث لبا روايه او ان اسكو مديين علماء قار كود اي تلمامان قارنا اي تلمامان ان لبا حادثو كلا دوان اي هايين ميد وحا ويان روايه سهل بن سعد الساعدي روايه روايه ابو هريره ويان وحويان روايه داسي ميد وحي دونتو بها نقطه امام البخاري ايا وحو سو كخيهي روايه سهل هدي ان قادنا نبينا عليه الصلاه والسلام يا مشركين تا ايا دغال اسغا هور يمادين مسلمين تنا وحا كميد اهي نين هلياي او جيسيا ايا كميد اهي كان الله يترك شارده ولا وارده كان الله يترك شاذة ولا فاذة إلا وألحقه وحو هاي نكاسي مرأة قف كسو قالدة كمدة يا مارت عارض أح ودين عوب بحق كسو مسلمين توح يسكون وجيس يسكون ضيا انتو كهرتقو أيو سهل يي نماء أيو أولاد دقال لما يي مركاسو قورتو ديرين أيو ديلي نكاسو سهل يي نماء ذا أو بحل نماء ودقال لما يي أيا صحابة رسولك كتري عليه الصلاة والسلام مركي قالدة إيو رسولك أنا عبر دقال لمين وحويان دقالك واجوك سوا قبوبي وحوادين عبا عيد الباو قرطة عيد المعاصر كوذي بي كلابتي معاصر كي مركي لقو اللابتي ماشي مسلمين تو اي جوغين اي رسولك اوشيغين عليه الصلاة والسلام نلكف هب اللي يرادو سيب اهلي نمدا اي او دقال لما يورغ نمدا مركاس يرادين ما جزا عنا احد مثل ما جزا عنا فلان هذا الساسر نبيكو يرادين عليه الصلاة والسلام ما انت سيدا نك اللي يراد هبل او نو دفاعي عيدنا الدفاع دي ما جرتو ما انت سيدا نك هبل اللي يرادو قلده ونقوله يا وناقة ونقوله يا عذ نقوله ما شرتوا يا رسولك يرادن عليه الصلاة والسلام ويرنك يبي أمانين مركزه النبي وحكر أما هو فهو من أهل النار حنك أساس وأمان يسين يا الذي هو مجاهد هل يئة وما تسبه لما أضج على ماي إن كاس النبي وحور وأهل النار برسولك يرى عليه الصلاة والسلام سحابة رسولك ويابن وحي يرادين هذو ننكاسي أهل النار نغضة يا جنة قلية يا أهل جنة نغضونة أي سحابة رسولك يرادين عليه الصلاة والسلام مركا صحابدو way la yaabeen marka waxay direen ninba maartay soo baxay saxaabada kamida ninkii wuxuu yiri aniga ninkan daba galaya waana soo ogaan doonaa meesha arintu ku gunaanadoodo ay ku dhamaato ninkii baan wuxuu yiri dagaal baa dib loogu laabtay markay dagaalka dib loogu laabtay baan ninkii baan daba galay waardiyan u noqday hadoo ordona waa ka daba orda hadoo fariistana waa ka daba fariista meesha uu galaba ka daba gala markii dambaa waxaa dhacday ninkii dagaalkii baa lagu dhaawacay dhaawac baa gaartay jiraxaad baa ku dhacay marka waxaan wasaday ayo wuxuu sameeyay safety sibonta qaatay oo maartay dabadeeda dhulka dhigay ayo maartay caaradeeda iyo afkeeda ayo wuxuu ku beegay labadiisa naasood inta u dhaxeeyda markaas uu isku tuuro isdhex galiyay ilaa dhabarkiisa ay ka baxday
ninki meeshaasba isku dilay ninkii ordaya saxaabiga ah iyo ninka daba galay ayaa dib nabiga ugu soo laabtay calayhi salaatu wasalaam isagoo ordaya oo oranaya ashhadu annaka rasuulullah ashhadu annaka rasuulullah isagoo oranaya waxaan markhaati ka ahay rasuulkii ilaahay inaad tahay oo xaq iyo iimaan alla kula soo diray oo aada xaqiiqada og tahay isagoo oranaya markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi maxaa dhacay markaasuu ri ninkii aad dhahaysay kol dhoweyta waa ahlu naar ninkii waxaan arkaa isagoo isdilay rawaayadda abuu hurayra waxay leedahay ninku waxa weyn waaba isgawracay oo fallaarihiisa mid ka mid a ayaa isku gawracay dagaalkaani waa waxa weeye rawaayadda sahal waxay sheegay inuu dagaalka uu ahaa dagaal maarata khaybar inuu ahaa rawaayadda abuu hurayra oo bukhaari laftiga uu soo wariyey waxay tilmaamaysaa inuu xunayn ay ahaay rawaayadda abuu hurayra in isku dilay bay sheegtay maaratay fallaartiisu isku dilay rawaayadda sahalna waxay sheegtay ninkan oo maaratay isku dilay isgeliyey seeftiisii isgeliyey waxay doontaba ha noqotee ninkaasi meeshaas markuu noocaa ku gunaanaday arrintiis ku dhammaatay ayuu rasuulkeennagu wuxuu faray calayhi salaatu wasalaam in la naadiyo oo dadka loo sheego nafaan mu'min ahayn mooyaane naf kale aysan maaratay jannada aysan gelaynin wa anna allaha yu'ayidu bihaada addiini birajuli ilfaajir ilaahayna diinta inuu ku ayidayo ku xoojinayo qof faajira inuu ku xoojinayo markaasuu rasuulku wuxuu sheegay xadiidkiisii markaasi inuu qofku ay dhici karayso inuu sameeyo acmaal saalixa oo dadku say u arkayaan ay leeyihiin qofkan waa toosan yahay laakiin ay acmaashiisaasi saalixa waxba aysan ka jirinin ee ahlu naar uu noqon doono naar uu ku gunaanadi doonmo markaasuu rasuulkeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam innama alacmaalu bilkhawaatiim innama alacmaalu bilkhawaatiim acmaashu waxa weeyaan waa gunaanadka u dambeyda weeyaan ayaa laga fiirinayaa marka arrintu walaalaya u khatar weeyaan ikhwaanii wa akhwaati arrintu khatar weeyaan qofku markaasi inuu had iyo jeer uu iswaardiyeyo ilaaliyo ninkaani waxa weeyaan cillad baa ku jirtay ninkaani daacad kama ahayn iimaanka ninkaani jihaadka daacad kama ahayn waxa weeyaan qofka cillad ku jirtay daraaddeeda ayuu xaalada adag markuu timaado ayaan waddada ayaan la waafajinaynin xaqana aan la waafajinaynin rawaadaha qaarkood inkastay daciif yihiin baa waxaa soo aroortay inuu leeyahay uma dagaalamaynin alla daraaddeed umayanan jeedinin se doontaba ha noqotee wuxuu soo wariyey anas ibni maalik riwaayadda imaamu axmed bnu xambal rasuulkanagu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa calaykum an laa tacajabuu biaxadin xataa tanduruu bima khutima lahu waxa weyaan waxba cidna ha la yaabinina ha is oranina qofkaani waa ahlu janno qofkaani waa ahlu khayr ha oranina qofkan sidoo kale waa ahlu naaroo tegey la oran maayo ilaa qofka aad ka aragtiin gunaanadkiisa iyo meesha ugu dambayda aad ka arkaysiin cillaa ka ogaanaysiin waxa loogu khatimo loogu gunaanaday fa ina alcaamila yacmalu zamaanan min cumrihi aw burhatan min dahrihi bicamalin saalixin low maata calayhi dakhala aljanna qofku waxaa dhici karaya muddo inuu shaqeeyo oo camal wanaagsan uu samaynayo haddii laga aqbalo oo ansaxo daahirkiisa ahlu janno weeyaan baa la oran lahaa oo janno u gelin lahay uma yatxawalu fayacmalu camalan sayi'a qofkii baa dib usoo kala jiiraynaya markaasuu acmaashii wanaagsanaad iyo khayrkii lagu ogaay ayuu ka leexanayaa wuxuu samaynayaa acmaal xun buu samaynayaa qof kastana camalkiisa loo qabanayaa ee ma ahan maarata la dulmin maayo camal buu samay isagaa shaqaysanaya gacmihiisu ku goosanayaa camal xun iyo fal xun buu samaynayaa wa ina alcabda la yacmal markaasuu ahlu naar buu noqonaya inta camal xun uu sameeyo qofkuna dabagadiskuna waa dhacdaaho qof ahlu naar camalkood samaynaya oo dadku ay u malaynayaan hadduu ku dhinto inuu naar geli lahay ilaahay markaasu ayuu ku galladaysanayaa khayraadkiisa iyo barwaaqadiisa markaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqa ee iimaanka waafajinayaa jannou ku dambaynayaa qaar nabigeennuna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waidaa araada allaahu bicabdin khayran istacmala ilaahay hadduu addoonka khayr la doono ilaahay subxaanahu wa tacaala hawl wanaagsan buu geliyaa arrin wanaagsan baa faraxa loo geliyaa saxaabadu way weydiiyeen wa kayfa istacmalahu yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisa oo alle qofka sidou maarta hawl wanaagsan ugu hawlayaa markaasee wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yuwafiquhu licamalin saalix uma yaqbidu calayhi ilaahay wuxuu waafajinayaa camal wanaagsan buu waafajinayaa markaasuu nafta uga qaadayaa waa saacadaha ugu dambeeya iyo gunaanadka u dambeeya ayaa camal wanaagsan ayaa ilaahay waafajinayaa subxaanahu wa tacaala riwaayadaha qaarkood oo saxiixa waxaa ku soo arooray nabiguna yuri idaa araada allahu bicabdin khayran casalah ilaahay hadduu khayr la doono addoonka ilaahay waa dahirayaa subxaanahu wa tacaala saxaabadu way weydiiyeen wa kayfa casalahu yaa rasuul allah ilaahay see u dahirayaa u hagaajinaya u nadiifinayaa markaasuu rasuulku wuxuu yidhi camal wanaagsan ayaa gunaanadka dambe la waafajinayaa khayrkaas buu maarata ku dambaynayaa oo ku dhimanayaa abuu hur sida soo aroortay riwaayadda imaamu axmed bnu xambal xadiis saxiixa xadiidka waxuu oran jiray abuu hurayra dadku hal xiraale weydiin jiray markaasoo wuxuu ku oran jiray xadiduunii can rajulin dakhala aljanna lam yusalli qad waxaad iiga sheekaydiin oo ii sheegtiin
ninkii jannada galay asagoon ilaahay weligiis marna u sujuudinin ninkaasi ii sheegayo oran jiray dadka ayuu su-aasha suba weydiin jiray abu hurayra markaasay dhihi jireen waa kee ninkan salaad dukan oo ahlow janna ah oo jannada gelaya markaasoo wuxuu oranayay usayram ibnu cabdilashhal ninkii la oran jiray weeyaan usayram haada ilaahay wadaysoo ku shahiiday waxa weeye xaqaya iimaankana markhaatiba looga noqday rasuulkanagana sheegay calayhi salaatu wasalaam wax yar buu sameeyey laakiin khayr fara badan baa ilaahay ugu abaalmariyey dagaalkii uxud markuu dhacayay ayuu qabl kahorteed bayuu soo islaamay markuu soo islaamayna dagaalkiiba jihaadkiiba wax ka galay dadkii ku shahiiday ayuu ka mid ahaa laakiin intuu maarata dhaawac baa gaaray nabar baa gaaray waxaana lagu ogaay gaalnima lagu ogaay dasoo ashahaatay ayuu dagaalkii ka qayb qaatay isagoo dhaawacan markii la arkay reerkiisu reer bani cabdilashan markay dadkii ka dhaawacamay dadkii ka shahiiday ay tirsanayeen ayaa waxay arkeen ninkan usayrim la yidhaaho dhaawacan oo maaratay meesha yaalla ayay arkeen waxay yidhaahdeen warniyo waxaan ku ogeyn adoo iimaanka iyo islaamka diidan nabiga iyo adoo ka soo horjeeda ayaan ku ogeyn waa ku aragnaa dagaalkii inaad soo gashay safkii muslimiinta ujeedadaadu maxay ahayd ma tolkaa u hiilibay kaa ahayd mase daacad ilaahay iyo iimaanka difaaciisay kaa ahayd markaasuro wallaahi baan ku dhaartaye wax kale uma aanan imaan inaan difaaco diinta islaamka ayaan u imid nabigana waa rumeeyey waana raacay shahaadina waa ku dhawaaqay xaggaasna naftiiba uga dhacday ninkaa maarta markaasuu oran jiray abu hurayra waa ninkan salaad dukan weligiis laakiin ilaahay subxaanahu watacaala jannada uu geliyey tawfiiqda allah iskale subxaanahu watacaala qofka waafajiyo ayaana imaanaya xaqaya khayrka ilaahay hayna waafajiyo dhinaca kale waxaa dhici karaya qofku inuu maaratay u qaato inuu asagu alla xaggiisa maaratay garanti iyo dammaan ka haysto ee khayrka asaga loo doonay ee dadka kale markaas inta iscajabiyo oo u arko dadka kale inay beerta ku jiraan ama ay liitaan ee ahlu naar ay yihiin asaguna ahla janna uu yahay arrintaasna waa arrin khatiira weeyaan imaamu muslim wuxuu soo wariyey xadiidka saxiixiisa wuxuu ku soo wariyey xadiiska jundab wuxuu yidhi nin baa nabigeena wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam nin baa rabbi ku dhaartay nin baa maarata xumida ka celin jiray ayuu arkay inuu xumida kusii fog yahay ninkii markii dambeyntuu xanaaqay ayuu wuxuu yidhi wallaah laa yakfiru llahu lifulaanin abada hebel ninka la yidhaahdo ilaahay dembigiisa ma dhaafayo ayuu yidhi ilaahay baa markaasi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi waa kuma ninka igu dhaaranaya inaanan hebel dembiga u dhaafaynin dembigiisa waan u dhaafay adigana waxa weeye camaashada waan buriyey baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala ninkii maarata uu dhahay waxba loo dhaafi maayo ilaahay baa hanuunayay jalla wacalaa asaga ninkii kalena beerta lagu daray camaashiisii lagu daray saa darteeda qofku ma oga meeshuu ku dambayn doono ikhwaanii wa akhawaatii duruuftu way adag tahay camalkuna waa gunaanad kasuu nabigu sheegay innama alacmaalu bilkhawaatiim innama alacmaalu bilkhawaatiim acmaasha fiirinadoodu iyo meesha laga fiirinaya waa qofku wuxuu ku dambeeyo weeyaan man tasadaqa bisadaqatin khutima lahu biha dakhala aljanna rasuulkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii wax wanaagsan inta la baxa loogu gunaanado maaratay jannadu gelayaa maxaa yeele camaashu waa khawaatiimta weeyaan waa gunaanadka weeyaan sidaa daraaddeeda waxaad arkaysaa dhinaca kale rasuulkeenagu calayhi salaatu wasalaam isagoo caddaynaya qaacidada camaashu inay khaatimada laga fiirinayo xadiiskii soo saxiixa ahay oo kale xadiidka sheekhaynku saxiixaynku bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waa xadiiska saciid ibnu jubayr sheekhiisa uu ka wariyey cabdullaahi ibnu cabbaas inuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xajatulwadaac baa waxaa loo keenay calayhi salaatu wasalaam nin baa loo keenay ka dhacay maaratay gaadiidka rukuubka uu saaraay buu ka dhacay markaasay maaratay luquntaa kala gooday nabigeenna waa xadiidka la yaqaano wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkaan ayaan maaratay wax udayga iyo barafuun iyo catar ayaan la marinid wejigan ayaan laga daboolin fa innahu yubcau yowma alqiyaamati mulabbiya rasuulkana wuxuu yidhi waa la keenayaa maalinta qiyaamada isagoo la beegsanayaa la keenayaa buu yidhi maxaa yeelay markaas xaj buu ku jiray camaashii xajkoo ku jiray nusugii buu ku jiray sidaa daraaddeed baa ilaahay waxa weeyaan camalkii ugu dambeeyey oo ah xaajiga ahay ayaa la keenayaabuu nabigu yidhi maalinta qiyaamada isagoo weli ku jira camaashii oo la beegsanaya maxaa yeelay innama alacmaalu bilkhawaatiim acmaashu waa gunaanadkay ugu dambeynta dambe weeyaan dab waxaan aragnaa dad fara badan oo maarata khaatimadooda ilaahay hagaajiyey oo qaldanaayeen oo waqtiga ugu dambeeya ilaahay uu hanuuniyey subxaana wa tacaala dabagadiskana waynu aragnaa aayado badan baa bini aadamku arkayaan wa kam min aayatin fi samaawaati walardi yamuruuna calayha wahum canha mucridun dadku waxay arkayaan maaratay markaad u fiirsatay qadarta ilaahay siday u soconayso iyo dadka qaarkood sida loo hanuunayo dadka qaarkoodna maarata sida loo luminayo dadka qaarkood acmaasha wanaag sida loogu fudaydinayo qaarkoodna maarata acmaasha wanaag sida loogu cuslaynayo waa aayaad ilaahay iyo awood ilaahay weeyaan qofka muslimka ah ku abuuraysa inuu maarata ku noolaado xaalatulwajil iyo khawf ku noolaado qofka muslimka ah inuusan ka quusan naxariista alla weeyaan
لكن أوصل إسلقانين أوصل وقادنين وحكا استمارت إنه الديار أيوييهين وحان حصوصتاني وآن أركين ديقك وآركي وحويان قصر لعضو عجيبة وحيكودن بين دونتو إلهي باقرنا إلهي سبمارت أبدل شوق قلوبته أبدل سبحانه وتعالى وحان أقينين إن أهل عبادة وأهل الطاعة وذلك مارت صفوف طاركو ترى مساجد وعبادة إستاء أيان قرنا إيا وحويان واحد عمري وقت يردو إيان ننكرا وحاجرا بيارتا كترى ومارت خمرق عبا magaaladeena meel ay raado center keda fema la yiraado ayuu ku gaardi jiray inta khamriga ka dhirgo dadka dhab waa yaqaanay gaalaya muslimiintu waa yaqiineen barxadaas oo maarta ku gaardi jiray khamriba iska buuxin jiray ninki ilaahi subhanahu wa ta'ala ragba u tagay khayrka iyo xaqqa loo sheegay waxa weeyaan asagoo waxan xusuusta masaaka inta la keenay qeyli aya ana ibn ciisa oranaya ma garanaysa hadalkaas oo ku qeyli jiray ninki oo khamriga ayagu cabsan ba maanta masaaka loo soo jiido isku kaashay wali ba kaade ka dowraanayso masaaka la keenay ragii ninkii safka hore ku dugan jiray ayaa meel looga loodiyay la waayo masaajka u diiday warinkan jeesta oo shaydaanka masaajka laga ka eriya masaajka iyo ninkii baa isqabsaday masaajka baa u diiday ninkii si loo baryayo almuhim qadarta ilaahay ninkii waa maartay khamriga cabay jiray FM gaardi jiray ninkii waxa weeyaan wuxuu noqday safka hore ninku jira oo ahlu salaad ahlu daacada kiina meeshii buu tagay bal waxa weeyaa asagoo khamri ka xaday dukaan ayaa xabsi loo diray ninkii maartay safka hore ku jiray waa qudrada ilaahay weeyaa meelay ku dambayn doonto ilaahay baa garanaya laakiin waxaan u jeedaa qofku ilaahay baa khaatimada haysta ninkii maartay khamriga cabay jiray ee berigaasi feema wareegayay maanta waxa weeyaan waa nin ahlu salaada oo simada ka muuqanaysa islaamka iyo tadayu ka muuqanaya reer bow yeeshay berigii hore khamriga cabay jiray ma guursan waxa weeyaan ragga maartay aad u cibaadeyso ku jira laakiin khaatimada ilaahay baa garanaya gunaanad meeshay ku dambayn doonto ilaahay baa garanaya ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala khaatimada allah inuu noo hagaajiyo sheekh xasan daaciga la yaqaano maartay jooga مصرقة محمد حسان بانو جيدا شي محمد حسان داعيقة مصرقة هو ليقان اياه وحاويان محاضرة اوليه او مارتي دوبان انا اذين كان دوني لكن وحاد مالا ينسى سيسم كون وصل ايسان بحيني قصة او مارتي عجيبات او شاقي او لفتك يسو او توقي وانا كمي دا مارتي وحيالا اياتك الهي بي كمي تاي كونكا قفك مسلم كاين او فير صدا اي مارتي تاي qofka sida ilaahay khaatimadadka qaar uga lumiyo dadna sida khaatimadooda loo hagaajiyo ee gunaahadkooda loo hagaajiyo qisada uu sheegay wuxuu ahaa wuxuu yiri maalin ba waxaanu darsiga aan akhrin jiray oo magaalada maalin khamiis ah ayaan magaalada ku akhrin jiray buur maartay mansuura inuu yiri baan rajaynayaa ayaan darsi ku lahaa buur maalin khamiis ah markaas waxaa isoo wacay yar baa isoo wacay wiil ma ayaa isoo wacay markaas wuxuu ugu yiri sheekhow aabahay waa geeriyooday arrin dhuruuf adagoona ku geeriyooday marka waxaan weydiisanayaa bal dadka xirtaada iyo dadka muslimiinta oo kula jooga bal inay maartay igu duceeyaan aabahay mar sheekhow ii weydiiye lacalla waxaad dhici kara qof ducadooda la aqbalo inuu ka mid yahay markaas aan ku iri maandho waan ku duceynaynaahe bal waxaad ii sheegtaa si aan uga faa'iidaysano dadka kalena aan u sheegno aabaha qisadiisa bal iga sheekee baan ku wariyay sidau ku geeriyooday maan waxa wariyay sheekhow aabahay wuxuu ahay nin aad weligiis caafimaadka alla siiyey cid la siiyey weligay maana arkin bawri maalin maalmaha ka mid a ma xanuunsan taariikhdeeda intaan aabahay la noolay ma garanayo asagoo meel ka xanuunsaday ma garanayo habeen maalintan baa anagoo qadaynayno qadada la cunayo ayaa aabahay waxa weeyaan wuxuu dareemay maartay inay calooshu xanuunayso waa kacay markaasoo wuxuu damcay inuu soo hunqaaco wuxuu galay suuliga ama musqusha ayuu tegey musqushii markuu tegey buu maaratay wuxuu ku fariistay ku dhowaaday meesha lagu fariisto oo lagu saxaroodo ayuu ku dhowaaday maaratay markaasuu ku hunqaacay intuu hunqaacayaba hunqaacadiibaa xoog u dhibtay wuu xanuunsaday jilbahu ku fariistay markaasuu waxa weeyaan xoogaa ku dhowaaday suuligii soo uu hunqaaco hunqaacadi uu hunqaacayay ayuu maaratay wuxuu ku dhacay buu yiri maaratay afka la galay meeshii saxarada ayuu afka la galay qaylo weyna waanu maqalnay waan soo orodnay waxaan u nimid buri aabahii oo suuligii afka kula jira naftiina ay ka dhacday ayaan u nimid buri maaratay arrintaasi markay dhacday marka khatartaasuu aabahay ku dhintay mana garanayo sheekh waxuu yidhi maxamed xasan wuxuu yidhi waxaan ku yidhi hooyadaa dib ugu laabo aabbaha wuxuu samay jiray maandhow ii soo weydii aabahay wuxuu yidhi iga dhaafo yidhi sheekhow iga dhaafo arrintaas maya maandhow ii soo weydii waa kuu ducaynayaah wiilkii hooyiisibuu ku laabtay hooyuu ka waran aabahay baagaroonkiisa muxuu ku noolaa noloshiisu maxay ahayd markaas waxay tidhi weligiis ilaahay uma sujuudin aabbaha salaadna ma uusan dukanin markaasaan ku soo laabtay sheekha sheekh maxamed baa ku soo laabtay hadalkii markuu u sheegay sheekh maxamed wuxuu ku yidhi waxaan ogahay salaadda cadamadeeda iyo weynanka ay leedahay iyo sida ay salaaddu u adagtaa arrimeedu waan ogahay laakiin waxaad ii weydiidaa aabbaha wax dheeraada ayaa jiray waxa weeyaan arrinta kale bal si fiican hooyo usoo weydii maxuu kaloo samay jiray markaasay dib buu ugu laabtay isagoo diidan buu markaa dambe ugu laabtay hooyadii markuu soo weydiiyana waxay u sheegtay wuxuu caanka ku ahay inuu ahay muraabi oo ribada u qaadan jiray
oo waxa weeyaan dadka 100 deymiyo 1500 uu ka qaadi jiray oo waxa weeyaan riba uu kula tacaamuli jiray bini'aadamka markaasan riba waa tan weeyaan xaqiiqadu waa midaan weeyaan maxaa de maadaama uu xaaraanta cun jiray maadaama uu ribada uu cun jiray aakhirka khaatimadiisa waxaa laga dhigay inuu maarta suuliga saxarada ka cuno ayaa laga dhigay afka uu gashado haa hiyan riba uu ciladu waa midaan إلهي بقرنا يا سبحانه وتعالى قفك خاتمة ديسة إن أولى لي أدنك وحيا لبنا على ما وحيا لفر ربنا بموقنا يا قسوينك كلو عجيبك هو شيئا وحاك مذا هاي ويل أو مارت أو أركي لفتي جيسو أما مارت ورا له هاي وصو شيئين مرقا بروكسل بويري وحاكي راي ويل أو مارت أن إسلام هاي أيا مسلمين تأصوا قلا سقو أردية مركي لويدينا لويدي ورمحات دونيسا وحور هذا الكلام مله التوحيد كأي قبطة توحيد كي بالله قبته وصو قبيست وصو ميرتي كبعد مركو صو ميرتي صلاة دي وحكا قلي وحوي يركي واسك اويا وخشوع اي وينبوك بحواي كان يعني نحيب كيس يويدي سايا مركز سلاقا مغلي وحور صلاة دي كواد بونا لدو كذي سجود سيو دارتها يويتان كيس وطاد كي بالله يابي مركي لي يابين سؤال بي ويديين ورن يوم حاتهم وعجيب قصادة بالنوشيك مركاسا وحور وحان ان كريشتان ايانها وعويان كريستان بانا هاي لكن وحان بارج إلى إلهي حقا إنو قوهنوني سبحانه وتعالى ربي بان بريي مركي دنبان وحان أركبه رح عوان ذي إميد ماهنا هبين كهر ريي أيان وحان أركبه رح نبي الله عيسي أيان روب منام كوار كوردو كوار كي أصغو أورنايا كن محمديا كن محمديا أصغو أورنايا وحان نغطى نبي محمد راع أصغو أورنايا وفرت يقول تاقيا أيان أركبه ري ساد رادت بان دكوكو صوق علي كبعد وحور صلاة بالدو كذا صلاة لباد بالدو كذا صلاة سدحات بودتك لدو كذا صلاة عشاها مركي لأدمه صلاة لقالي أيو وحويان سجودي سجودي بودتك أوه حري سي إمانك صلاة مركي وكب حينا وحال أركي يركي بوسك سجود سن وحال يري محاكو دعي نمبا ولوير ما مغلايو نمبا أتقي وطار طبيعة بو دعي نفتي باسو سجود سن بوك دعا يالها من خاتمة وحويان حق أسوي نفتي وقد عدب ورمارت واخ إلهي با خاتمة دي سهقاتي بن عادن كان قابان قاربان نوع عاصة ما أنت وايد أركيسين دت فربنا يقو عاف ما تقب أكو بضع عيارة يورد يو قب قبله أي نفط مارت كده عيسى قاركون وحوي يقو عبادة كتيرة أو خير كاد كشيء جاي من نفط كده عيسى إلهي بها يست مارت جناتك قفكم ويشوف كل إنت على قصص صار يا مال إنت قيام هذا رسول كان قصص شيء عليه الصلاة والسلام وضدك وحويان ولا امتحان يا ظروف أذك بام مريا قفكم وينو إيمان كيسة هيستا يا إسلام كيسة رسول كان يقول الشيخ عليه الصلاة والسلام أنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رسول كان يقول الشيخ في الدنيا يدعي دونان إيمان كان لو صوت لغن دونان ليس امتحام دونان تلك قاركود إنه يصبح مؤمنين نغن دونان قلب كينا مارتا قلب يسان دونان يقول كفارة تلك قاركود دبا قدسك يقول كفارة قلب يسان ايان سبحين ايوا بريسان ايقو مؤمنين أرنت أسنا وحا عيارة دين تلاقي بسدي إيمان كمارتا الله يرايستي حق مارتي الدنيا ده وآخرة يلقوا بأدي شيء أيا أرنت أصبار ده عيسى سيادة راد ده وأرنت وأرن عجيب أويا ابن كثير وحو الشيقة كتاب كيسى البداية والنهاية أيا وحو كشيقة قصة مارتي نينغ لأورانتي رأي ابن عبد الرحيم عجيبة أيا كمدة قصوين كأو الشيقة ابن عبد الرحيم هذا نين كان ابن عبد الرحيم كالليا وحو هاي نين مجاهدة أو أهل القيامة أو أهل الصلاة أو أهل الإيمان أو أهل الثغور أحمارتو ذاتك كتير دفويسة مسلمين أو دقال لما ليقانو مجاهدة بل وحويا قائد عان أيوه هاي نكاس من عبد الرحيم ليرادو لكن مركي للا دقال أي الروماني انت أيا هويني كميدا قال دي أيو آدي آدو وحلي إنه للراعي ترى ليري إنه يسوسون علي ترينين إسلام تيبو مارتا المهم أيو كهلي إسلام تيبا سوچي دتي islaamti markay soo jiidatayna waxay ku tiri niyahu waxa way hadaan idoonaysid shardi baa ii xiran shardigaagu muxuu yahay diinta islaamka ka bax nasaaro muhammadna ku kufri bay ay ku tiri waan ka yeelay markaas oo diintana waa ka baxay muhammadna waa ku kufriyay islaamti baa raacay wuxuu la galay meelahay deganeed baa leeyahay muslimiintu markay futuuxaadkii ay sameeyeen ninkii baa la soo qabto la arkay ninkii baa la arkay oo dulligu ka muuqdo macaasidu ay ka muuqato iyo xumidi iyo meesha uu tagay ninkii baa la weydiyay war salaadadaadi jihad kaagi son kaagi meen yabaalay martay maxaad ka xusuustaa kitaabki ilaahay wuxuu waxaan aan akhri jiray iyo waxaan cibaadaysan jiray waxaan ka xusuustaa laba aayado quraanka ayaan ka xusuustaa rubama ya wadu alladina kafaru law kanu muslimin dharhum yaakulu wa yatamattau wa yulhim al-amal fa sawfa ya'lamun inta asba iga hartay martay quraanka iyo waxaan akhri jiray wa aayad asaga martay ku jeeda weeye oo aad iyo aad khatar u ah ayaa iga hartay baa leeyahay ilaahay khaatimada allah noo hagaajiyo حقا يا إيمان كان إلهي هنوغو السوغو أرنتو واجد وخطير ويان على مدها حسن الخاتمة وقفك إنو الخاتمة دي سوى ناكسنتها أما قنانت كسوها يكسيها ولا ليال على مدى إلهي هذا على مدى سلبك يبود ويان
على مضوا قوة أمه قرية قف كلفتي سنفتو أيك دعيسو والله قصو حاضر على مضوا أركيا تتكفيرين أيو تشوغو كلنا على مضا إني أركان بادع كرية على مضا صدي أركان قف كلو مقوين كورونار إيا جنو متكو لو مقوين كرية هذه ما دام أو مسلم وها على مضاها قف وأركيا أمه قرية وحاكم إذا مركي نفتو كدعيسو روح على قاضي وحالوغو بشارين يا جنة إلهي وحالة تصيا مستقبل كيسة وحويا وحالة صوبان ديقيا ماشو كدن بين لهاي ملايك با إلهي أصو ديريا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وحويا بشاروين كاس بالصينية واربح الناس لما انتو دبال الصينية ملاكتي نحريستا أسو دك دقيسا نفتي ساسيه وصو يا عيان أساقي بيسو دوين ايان حد لكن قفك وينو لهاي شروطاس إنو إلهي رمي سبحانه وتعالى إيمان كيسو أو في عناي دبادنا وحق يا إيمانك كتوصناي قفك أس إلهي اللو من ما سبحانه وتعالى لكن نفتا مركا لغا قاضي تتنزل عليهم الملائكة ملاكتا وقصوك لا ترتميسا أيوه كورنا يا لا تخافوا ولا تحزنوا وحوي الدنيا مارتي أو تيران يوننا آخر هذا يا مستقبل كذا كذا بينا وحوي هكبقنا مستقبل في عن بعد السجية يا لقولي مارتي وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون جنة التي كوب بشارة ترى الدنيا ده اللي دي الشيء جي جنة عسمار تكوب بشارة إسا جنة بلن قادة كوب بشارة إسا بشارة كم موقنا إسا وتشيجين يا تركينا كم موقنا إسا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ملاك تورنا إذا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نرشح مركات كلنا الله إذا الدنيا ده أنا يا لا ترنكينا هن أنا وين لا صعنا مارتي ملاكتي له وكشبنا هن أعماشنا صالحة بان قريني وإذا ورديني حاله هنا كورق بني وإذا نصعنا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة آيتين كدنبنا أنا جاي مارتي لا تشوقنا أنا جاي هلكينا يا تشيلكينا أيها نصعنا إن ملاكتك ليين نحن أولياؤكم في الحياة وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم نفتين وح الله وح الدمع ذا يا وح يشتهي ليين أيها الليذين قف لي وح الله وح مسكح ذا يا مانكا كصدع أيها الليذ هيبا لقوليه ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أذنكم وح السجارة أولياؤكم كنا دحيلة وح الله وح دلبتين دلبكينا دمانتس وجاه سويان وح الله وح عصتين والذين فلنا يا مركاسا ساسبا لوق بشارنيا نزولا من غفور رحيم انت سو حكسي وناكسن الهي با مرتي اوتين الله نحريص بدن اذن كولا دحم الو كولا دقميا نحريص ربي غاس با مرتي اوتين ربي غاس با مرتي قاديا او خيرات يا برواقود ان سو هر مرينيا انت مالنتي وينين لا غارن ايات ان لا غارن مرتي بعثي يا نشري لا غارن حقاس با لو شيغيا تاس وا قفكو وحو اركيو مركي نفتو اي كدحايسو ايا لو شيغيا من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاء ورسولك يرى عليه الصلاة والسلام قفوا مركي نفتو كدعيد الله ومتكوت بون غنيا إنه قفكو انت برواق داس أركو أو تعلاد الله كلن كإلهي مركاسي وحوي أو تعلاد دي منفتن لقا قاضو إنه قفكو مارت الله أرضو هديبا لقارسي أو تعليه مركي ما ترقو أي قاضان إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على عناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وحدي وانا سنت نفتو مركي لقا قاضو جنازة ورحل يقا قارسي بي ليه دهيو هل يقا قارسي محايا لبرواق الله الشيقي خيرات كبا الله تصي القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار جنة أصبا يبرواق أصبا أركيا هل لقى قارسي بوليه لكن قفكو هدو قفو نحن أويه مركي نفتو لقى قاضي أساق وكهانا يا إلهي نولك الله سبحانه وتعالى محايا لآيتي كدنبو أركيا وأنا ماشا هناك ماشا اسمياشا وحويا أي ترتو قفكو نو كل لحظة ويا وكسن بالرحظة ماشا سو خاتم ذو كحما تويا سادرات دي قفكو أركيا أساق الشخصي مركي نفتو لقى قاضي مربا نفتو هدي اللو يمادو قفكو حالا وحويا برنامج كيسي قفكو حالا كدن بيا ماشا اسمو كمارت يو أركيا قف حق ذا باو عدانيسا حق ذي مارت قفكو الدنيا ذا لو شيقي تري أيا مارت سعد بو أركيا ذلك ما كنت منه تحيد بالي مارت وارنتي ادويه دا مركات جوقتي اتكلح لي حان جرت واتن بالي مارت اون ديس وافرين ارجيس وعادي وح كست مارت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ما انت وحوين دبولك واكا قادني ان دحاغون ادي اد بي وحوا كان سقم ماتيا اي حقدو اركيان بالغلي هي تاس وا علامتها ام وقن كريا قفكاسي اما بني ادك كلا وحا ام وقنيا او نورشه ولي كو هاراي وحا ام وقنيا وحوين وا بدن يين علامتها لو دليشدو خاتمدون اي حقاق سنتاي نبينا عليه الصلاه والسلام ادي اد بو نوغو شيغاي وقتو حدو نوغو نو اوغلا وايو وحاد الله باتين كتاب الجنائز شيخ ناصر
فصل بومارته وجن تارن تاسي أو كهلا علامة حصول خاتمة دليل شيدنا أو سوء روري أو نسوء جنان دي وحاكم إذا مثلا قفكن أو كلمة التوحيد كأو كل رواقه أياكم إذا رسولك نجوير عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أي رسولك عليه الصلاة والسلام قفك جنانتك سوء نغض كلمة التوحيد كمارته كل رواقه رسولك كان ذو قلبة وير عليه الصلاة والسلام كان ذا أي قل يا هذا التوحيد كقفك أو كل أنت أما هنغض قوة السابقين تا أما أنا حكودن بين كان ذا أم بوكودن بيني وحاكم إذا على مدى رسولك الشاقة عليه الصلاة والسلام قفك هدو مركو لمن أيو أو دابنك كديدو هدو دابنك كديدو رسولك حكم مدى على مدى همارت اللي قررته قفك مؤمن كاهين ومؤمن مديس أيو مارت وناقن أو كل انتي وحديث كبرويد بن حصيب باكو سؤال روري أو نبقو يري عليه الصلاة والسلام موت المؤمن بعرق الجبين قفك مؤمن كاهي غيري دي سوحو كو غيري يوذا ديدك أو دابنك يا دفورك أو كديدو أيو كو غيري يوذا أو نبقو يري عليه الصلاة والسلام على مدى سد هذا كمدى وحويا على مدها لو قرطاه وناقن أو جنانته وناقس هذا قفكم مسلم كا إنو دنتو حبي ما لنتا جمعدا يا حبين كيدا مد كميدا إنو دنتو ايا كميدا او رسول كان وحو يري عليه الصلاه والسلام قفكم دنتا مارته قفكم دنتا ما ترتو ما لنتا جمعدا ما حبين كيدا الا وقاه الله فتنه القبر الا اله وحو كبد باديا حباشا يا قبرك فتنه ايا الله كبد باديا امتحان كيسا يا رسول كيري عليه الصلاه والسلام وحا كميدا دورك كسو اروري حديث كا امام مسلم او صحيح كسو وريي ايا كميدا او رسول كان او صحابه سؤال بويديه وحونا كيري ما تعدون الشهيد فيكم ياد كو غرانيسن او شهيد يا دخدينا ياد كو يا كو تريدين شهاده شهيد انو يحي ياد كو تريدين صحابه waxay yiraadeen waxaan niri يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد انا شهيد waxaan unaqaana ninkii dhinta asagoo jihadaya oo ilaahay daraas u jihadaya oo jihad ku dhinta ayaan unaqaana inuu shahiid yahay markaas uu nabigu wuxuu ku yiri alayhi salaatu wasalaam inna shuhada ummati idan laqalil hada inta askaliya u haysatiin shahiid inuu yaa qofkii asagoo dagaalamaya jihadaya inuu u dhinto haduu shahiid hada u haysatiin idan shuhadada ummadeedu waa yar yihiin baa nabigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam arun inta askaliya ma aha shuhada kale ayaa jiraan oo xukumi shahada aakhira leh adduunka laakiin aan loola dhaqmayn si shuhada ayaa jira saxaabadu nabiga ay weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam waxay yiraahdeen faman hum ya rasuulallah ilaahay rasuulkiisu yay yihiin dadkaasi shuhadada hayay yihiin markaasuu nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam man qutila fi sabiilillahi fahuwa shahiid saad sheegteen weeyaano jidka ilaahay qofkii lagu dilaa horta waa shahiid weeyaan ومن مات في سبيل الله فهو شهيد جدك إليها قفك إلا كدنتان هو شهيد وكلا دوانيه قفك لدلي وقفك النبر كدعي وحلقو وحلق دفتي مارتي لدلي قفك أصغر وضال لفتك إلى حية جهاتها كسي سعودة خيراتها كسي سعودة إيمانك كسي سعودة دينتك كرو قاضية قفك أصغر كدنتان نبي وحوري ومارتي سنة بربك دعيني وشهيد برسول كير عليه الصلاة والسلام ومن مات في الطاعون فهو شهيد قفك الداعون دلو أما مقرنسا كالوريا كود أما عذر كود أو مارتا داعونك على الحنونك كود أو نعاص داعونك ليق كان وشهيد بنبي عليه الصلاة والسلام ومن مات في البطن فهو شهيد قفك مارتا على وش لقى قالوا عذر مؤمن أو كدعه مارتا على وش أي فرنتو أما على وش لقى ديوس أمر ويدا قاركوت سوكس أررتي أو ورم يا برر أو على وش لقى قالوا وحوين وشهيد بنبي عليه الصلاة والسلام والغريق الشهيد قفك ما شوكو دنتا يا ما شوضة بدا كود انتا اسقو مؤمننا نبيغانا هو شهيد بوري عليه الصلاة والسلام لحداس وحا كلا لغو سي دريا او كميدا هو تطبادو على مدى شهادة كميدا اخ حسن خاتمة اران لها كميدا خاتمة وناقيدة كميدا حسن خاتمة كميدا رواية احمد بن حنبل او سووريي ارانتا اسونا الدمر كاية بشارة قارة اوتهاي وحاوديتك عبادة بن الصامد رسولك أوير عليه الصلاة والسلام والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة يجرها ولدها بسرره إلى الجنة أي رسولك أوير عليه الصلاة والسلام هوين تمارت أم الراعة نيسة أم الراعة شهادة أم الراعة نبي أوير وشهادة وحيلا هذا أجرك الشهيد نموكل أيلا هذا أبو نبي أوير عليه الصلاة والسلام يجرها ولدها بسرره إلى الجنة علم هذه يركها يوم مارتي أي كو أم الراعة أي وحو ويان بو نبي أوير حضنته كتشيدة يا مالنت قيامة جنة يوم أوتشيدة ورسولك أوير عليه الصلاة والسلام waxa marka haweenta asil mahayrka ayaa jiidaya maalinta qiyaamada sideedaad waxa kamida qofkii gubasho ku dhinta ayaa iduna kamida sagaalad waxa kamida qofkii TB u dhinta oo muslimana waxa weeyaan cudurka TB da leeyraadona waasna waa nooc kale weeyaan tobanad waxa kamida qofkii dhinta asagoo muraabid fi sabilillah azza wa jal azoo cidka ilaahay asagoo ku heegan wadada ilaahay subhanahu wa ta'ala soo diyaar uga cidka ilaahay ma taqaana heegan ah qofkii ku geeriyoodana asaguna sidoo kale shahaada ayuu kamidii oo nabiga ayaa sheegay alayhi salaatu wasalaam arinta ayaa sheegay tobankaasi waxay kamid yihiin calaamadaha dhaahirka ah maxaa yeelay qofka ku dhinta jihad kale asuu ilaahay isagoo taagan amalkiisu waa u soconaya ilaa qiyaamo nabiguna wuxuu yiri waa uminaan fita fadnooyinkana waa laga badbaadinayaa وآمن الفتان في الدنيا كانوا كنبت قليا لكن وحالنا علامة هاسي
dhowrkaahi hadda aynu tilmaanay macnaheedu ma ahan qofka inaan leenahay boqolkiiba boqol waanu hubnaa qofkaani maartay inuu ahlujanna uu yahay laakiin waxaan leenahay waa calaamado la dariishada weeyaan qofkuna uu ku bishaaraysto khayr uu malaysto weeyaan laakiin inaan goyno niraano waa hubnaa boqolkiiba boqol ayaduna sax ma aha oo rasuulkanaga waxaa ka ansaxay calayhi salaatu wasalaam xadiidka kacab ibnu cujra nabigeenu calayhi salaatu wasalaam kacab buu waayey markaasoo weydiiyey kacab xaggeebuu qabtay buu nabigu ku yidhi saxaabiga kacab waa nabigu markuu waayey xaggeebuu aaday waxay ku yidhaahdeen saxaabadu ilaahay rasuulkiisa kacabe waa jiran yahay markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi wuu baxay calayhi salaatu wasalaam saxaabada isagoo la socda wuxuuna soo booqday kacab buu soo booqday kacab markuu usoo galay gurigii u yimid ayuu rasuulku u bishaareeyey calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi abshir yaa kacab أبشر يا كعب كعب وبشاريسو أي نبي كيري عليه الصلاة والسلام مركا هو يدي سبا مغشي مركا هو يدي وحي تري هنيئا لك هنيئا بيتري هنيئا يا كعب لك الجنة يا كعب هنيئا لك الجنة يا كعب الله بحويا خير باكو سقناضي أهل الجنة تهي بيتري كعبو نبي وارنتا سياد بي ونحيسي مركا سو نبي حوري من هذه المتألهة على الله وامدا إله كل دار نيسا أو كعب سينيسا ضمانة جنة يتهبو نبي كيري عليه الصلاة والسلام markaasuu kacab wuxuu yidhi hiya ummi yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisa waa hooyaday weeyaan markaasuu nabigu ku yidhi wamaa yudriiki yaa ummi kacab ummi kacabay maxaa ku ogeysiiyey lacala kacaban qaala maa laa yacniihi وأمنع ما لا يغني أي رسول كير عليه الصلاة والسلام لعل كعب قال ما لا يغني ما لا يعني أو منع ما لا يغني محاكو أغيسي كعب حاصور تقلع إنو مارتي أو كوها الله وحان فائدة عن لهين إما لنت قيامة الله قبصده وحان مارته فائدة لهين إيه هذا الآن فعنان وكوها الله أما أودي دي حولو أساق مارته مركاسي أو لقول هاي أو مارته قيامة وحبه وقبك كرينين أين أودي دي باسور تقلع أما وحودي دي ما لا يقني وحان أساق ديقينين أي أودي دي كعب نكال يرادو وعيد وقان كرت مرأي عقفك وحوقان كرأي أما لها إلهي باقران كرأي سبحانه وتعالى حتى انت أسهدي تهي على مده لو دريشن لهي خاتمة وناكسن أسباب باكر تهي حسن خاتمة وإلى دهي أن كسو قنانا دهيو waxa ka mid ah koob qofku inuu toosnaado adduunyada intuu ku nool yahay dhaahiran wa baadina waa arrin muhiim ah weeyaan dusha sare iyo hoosba qofku inuu toosnaado qofkaasi ilaahay ma luminayo ina allaha laa yudiicu ajra man axsana camala ina cibaadii laysa laka calayhim sultaan wakadalika nazi lmuxsiniin kuntu samcahu aladii yasmacu bihi wabasarahu aladii yubsiru bihi wayadahu alatii yabdishu biha warijlahu alatii yamshi biha walain saalanii laacudiyanna walain istacaanadi laacidanna nusuustaas dhammaantoodu waxay siinayaan qofka damaanad muslim haduu xaqa ku sugan yahay ikhlaas iyo daacada uu leeyahay ilaahay inuu ku sugayo xaqa iyo iimaanka uu ku sugayo gunaanadkiisana wanaag uga dhigayo laakiin waa inaysan cilla jirinin maarta maanica aysan jirinin weeyaan labaad waxaa ka mid a qofku qalbigiisa inuu nadiifiyo owse hagaajiyo rasuulku wuxuu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam qofka qalbigiisa hagaajiya iimaanka iyo daacadda ku saqaliyo ku nadiifiyo ku dahira annahu laa tadurruhu fitnatun maa daamat asamaawaatu walard fitna inaysan dhibaynin intay maaratay cirka dhulka ay jiraan way fitna dhibaynin waxaa ka mid a saddexaad qofku inuu ducada uu badiyo sidaan soo marnaba nabigeenu wuu badin jiray ilaahay khaatimada wanaagsanba weydiisan jiray fitnada iyo xumida in laga badbaadiyo weydiisan jiray qofku ilaahay inuu weydiisto subxaana wa tacaala inuu gunaanadka iyo khaatimada u hagaajiyo alla khaatimada allah inuu hagaajiyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa toofiida xaqa inuuna waafajiyo afaraad waxaa ka mid a qofku ilaahay mala wanaagsan inuu ka maleeyo oo ilaahay addoonka maladiisa agteeda ayuu yahay shanaad waxaa ka mid a qofku cabsida ilaahay hadee jeer inuu magan galo iyada uu haysto ayaa ka mid a waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja makhrajka ugu fiicanna waxa weeye waa cinda alixtidaar qofku markay naftu ka dhacayda weeyaan ilaahay markuu makhrajka u yeelaa subxaana wa tacaala iyo meel uu ka baxo qofku inuu daacada laazima weeyaan qofku waa inuu sidqi iyo runlow uu yahay oo maaratay saadiqan maca allaahi caza wajal ilaahay uu maaratay run u sheegaa jalla wacala yaa ayuha aladiina aamanu ittaquu llaha wakunuu maca asaadiqiin hadee jeer toobada iyo soo laabashada dunuubta iyo macaasidu hadday dhacaan waxay ka mid tahay calaamooyinka ilaahay qofka uu ku badbaadiyo sideedaad waxaa ka mid a almulaazamatu waalmudaawamatu cala aaacaat qofku inuu daacooyinka joogta ka dhigo hadee jeer daacooyinka u haysto sagaalaad waxaa ka mid a qasru lamali wa dikri lmowt qofku inuu hiddiishii soo gaabiyo geeridan hadee jeer u xusuusto oo maaratay qofku diyaar garoobo meel loogu imaan doono qofku muu garan karayo dhinaca kale xumi khaatimada xumideedu
قف جنات كسوء حماضه أيضا خضير ويان أوقف كالله كسوء حاضر أما لو يماذا وحوليها أحوال كالدس قلقدي سنو حمبا كموغان كريا قفونا خاتم مضو كحماتي على مضو مارت عصقه دريميو أما دتك لأي دريميان انت با أيقونا ويترتان وحاكم إذا مثلا قفونا كل انتو عصقه مارت معسيات قعانتا كولا جرا أما حميم كولا جرا نقول انتو وحاكم إذا قف كاسين الدفلالي خاتم دي سيني حماتي أي كم إذا هاي وحيالات سنية سببتو وانا قصو شيقنا نبي قلنا ويري إنما العمال بالخواتيم عماش وحويان وقنانت كنا نبي قويري عليه الصلاة والسلام وحاكم إذا مثلا كلمة التوحيد وكلنا وديده مارك الله الله قنا يو أياكم إذا سي عبد المطلب أو السميي مارك نبي قلوا ضمعين وشهادة ولقيمة عليه الصلاة والسلام وقبتوا شهادة أو ضمعي وكي مارك أير هو على ملة عبد المطلب حالة صوك لقفك أو ديده وإن عذا قفتك قارك إلي توحيد كأي ديدان أما وحي عليه قلب قوده كويناي مركا سوكرا يكو هذاقان كلمة توحيدة بدل كيذا أي كمتهاي وعسوك قوريا ابن رجب الحنبلي عبد العزيز ابن رواد وحو كوريا إنو يري وحان شوغي ننقيردو أي نفتو أي كدعيسو أيان شوغي أو مركاس كلمة توحيدك الله لقنا يو الله قبنا يو مركاس مركي كلمة توحيدك الله شاقو لا إله إلا الله محمد رسول الله قويري أيو أرق نكي وحو كور هذا أرق قدن بيو يرادو هو كافر بما تقول وحاد ليدان واديده وان كو غالوباي ارنتا سونا نينكي كو دنتاي بو ويري وان ويديا سا نينكي تاريخيسي ورن كان مخو اه نولشيسو مخاي اهد ماركاس ليغو ييري انه مدمن الخمر نين كان وخا ويان وا خمريا عبالي ويري وان خمريغا ان ككين ايا يو اها نوعاس ماركاس اورن جيري عبد العزيز بن رواد وخا اورن جيري اتقوا الذنوب فانها هي التي او بغت او وقعت في المهالك ورسك الى لي الذنبياش ومد هلاكت يوم ماشا نكا دغت مالنتاس دو اسكيل عليا خمر يا حميدا اسكيل عليا قفكا ساعده او دنبيدا قفو ضعيف بو نقنيا وساوسته او فودانيا شيطان كنا وقتي قاسب كو فايديسنيا ماركا سو مارتو قفكو انو كفريو انو ليهدو ساعده اسمارتي ذنوبته يا معاصي اصرارك قفكو جوجته كدغتاي ساعده او دنبي لغدا مالنتاس كو سو بخدا قفكو وينو اسكيل عليا waxa ugu daran waxa la yiraahdo qofka duu aqiido xumaa oo faasid u aha marka shaydaanku waa soo suureyn karaya wada xumbo u qaadi karaya waxa dhici karaysa inuu aqiido xumaa uu ku dhinto qaxa kamida waxa la qofka dunuubta iyo inuu israar ka dhigto qofka dunuubta joogtada ka dhigtay oo dunuubta haysto aan ka toobad keenin qofkaasi maratay asaguna qatar baa ku jooga waxa weeyaan rasuulkeena waxaan ku soo gunaanadaya nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu imaam ahmed ibn hanbal ka soo wariyay waxa xadiiskuna waa xadiis sahih xadiis ka fawban nabigeenu calayhi salaatu wasalaam aya saxaabada waxa uu sheegay in ay iman doonaan dad maartay amal wanaagsan sameeyay qiyaamul layl iyo amal wanaagsan bal yaatuna hasanaat mithla jibali tihama baydan bu nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa ay la iman doonaan amal oo buuraha maartay tihama ila ka cad bay keen doonaan bay maartay markaas ilaahay wuxuu ka dhigaya habaan manfur bu ilaahay ka dhigaya subhana wa taala gidigood wax ka soo qaad laga dhigmaye habaas la sayriyay ba laga dhigaya amaashoodi markaas ay saxaabadu qanaceen arintaas markaas iran ya rasuulullaahi maxaa dhacay maxay كواس نوشك يعني سكيل علينا مركز سورة أما إنهم من إخوانكم ومن جلدكم أيقوا حوين وولالكين وولالهم برسول كوير عليه الصلاة والسلام نوعين أذكين إذن كمديهين ونوعين وكلويان وحوين ويأخذون من الليل كما تأخذون هبين كينا وحوين وحي دكذان ساو دكتين هبين كي قيام للك سميدين بي سميان وعبادة إستان لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهاكوها أي رسول كوير عليه الصلاة والسلام لكن هذا كان سوهلان إلهي وحياله حرمي ميسن عفينجرين بو نبي عليه الصلاة والسلام بكل كل نقضاء مع سيضاء مارتا هلان ميسن مارتا عفينجرين سادرت هذا قنانة كودوا حمانيا قفكنا مع سيضاء إصرار كيدا اسكايل عليو هذا كير إله وطوابط كانوا قفكوا مقران كارو انت الله صوتيرو إلا نسوار دينو إلهي سبحانه وتعالى خاتمة قنانة كنقا إلهي ضاعد الله كبقو عبادوينك يا خيراتك نو كجرنا إلهي نوغو قنانة دو كلمة توحيدك الله ينوافتيو مصيبة يا عذابك الله ينقبت باديو عدي إلهي هنونسن با هنونسن الله ينا هنونيو كوا إلهي سبحانه وتعالى خيراتك سيبروا غدي سيجندي سأودورتي إلهي نقمت ديو سبحانه وتعالى كوا حوتك رسولك أرو رمانت قيامة الله ينقمت ديو عالنك رسولك كوا هو سرسل الله ينقمت ديو جنو يفردو سول أعلى يميلا سرسلية إلهي دسكو قارسي الله ينقمت ديو نارتي عقابك الله ينقبت باديو خاتمة حن يا جنات كحن الله ينقبت باديو خيرك يتوفيض الله ينوافجيو وصلى الله على محمد وعلى آله. جزا الله شيخنا شيخ يوسف خير الجزاء محاضرة قيمك أننا الله سبحانه وجل وعلا هنو أنفعه لبس على هذا المحاضرة وضطايا الشيخ ويدين دونا إن شاء الله تعالى يدعوينا إن شاء الله الشيخ إن شاء الله تعالى إنه بسوء قبين دونا محاضرة سؤالك هو الشيخ هدي ولنتوقف كيسا قرآن أخرية
ما كم تهاي علامات السنة يقف قاسم حسن الخاتم أينته؟ بسم الله. سان شيغي وأنت الماني حديثك رسولك عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم نبي عليه الصلاة والسلام وحسوا قلي عمل كستو صالحة قفكو هدي أو مارتي عمل وناس الصمين إلى وكو أفصدي وعلامة مارت بشارة قفكو مارتي لو دل الشكر إنه إله سبحانه وتعالى توفيق يا خيرك أوافتي. أما قرآن قرآنك وكلام رب العالمين تتكبرتان كيسون وحادي أدو عمل وناس ويان فضيق سو أدو ويان وحن لأن هاي وعلامته مارتي خاتمة وناقة. سائلك كلا ذو حولي هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ جزاك الله خيرا محاضرة ذا قيمك. سؤال شيء ذو حيث هاي أدو أق رولك أن كنا والله هاي هي مشاكل كيسة سيدة أي وقفك أبد بعدين كرا إيمان كيسة هي إن خاتمة دي سو أي وناك سناته. بسم الله. صحيح ويان ديغانك يا صاحب بدا يا نراشو الدور وين بكل هذا هي خاتمة ذا وحدوقتهن نبينا عليه الصلاة والسلام قصة مركو كشي كنا ينكى دت كلايي وبقولك قفود دلي مركو نك عالم كأوتجى وحوك ولا تليه وحي هاد سيد خاتمة دي سوها جاك سناتو إنه دورك وكنوا ليها وكتجو دعية إنها أرض الصوب ويرمات الحوية وحد أداء ركاس وارول ونعسند إلهي قام باتجوجي لكن نك إلهي قدرتيسة حديثاً كان كمد هذا لكن وقت جا إنه سمي وعي إنك وحويان مركوسين مرا يوضع دحاء أي نفتي مارتي أي لو يمت لكن خاتمة الإله وها جاتي توفيق الإلهي يدلكوا مارت مركا أصعد على درادة إذا أي ما تخاتمة اللي وجهها جاتي نك ألو كنا ونقضي ملاك الرحمة أي نفتك قاضي سببته أو حويا كان مهاجرا إلى الله عز وجل إله درادة مهاجرا يدلوا عسبه أصعد aan marka dadka wanaagsan lagu darmo iyo deegaanka door weyn bay ku leeyihiin ha ahaatee qofka muslimka ahi meel ka soo joogo allah haduu ka cabsado si rasuulka nagu yiri alayhi salaatu wasalaam ittaqillaaha haythu ma kunt mal alla ma jaa joogti ilaahay ka cabsado subhanahu wa ta'ala qofka duu allah ka cabsado meel ka soo awoodi karaya insha allah ilaahay nagu cabsado qofku marka qofku inuu haysto hadii jir mabda ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqo ku dhaganaado taasba waxa loo rajeynayaa إن إلهي سبحانه وتعالى خير أقول قلنا هذا من شاب على شيء شبع قفكي وحكونا ولا هذا إذا كل ماذا ومن ثابت نبت قفكي خير كسقنا هذا خير كاس أمبكو كوريا إن شاء الله تعالى والله أعلم الله وحمد دي السنة ناين وخير كنو قسوا دمانت إن إنتا سبحانه كسوا قبيرنا سؤاله وحنقل دونا إن شاء الله حبيبنا من سكان